مصر تجدد مطالبتها بوقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي في غزة ودعمها الكامل لدور وكالة أونروا فيما تواجهه من تحديات. أونروا تحذر من أن تعليق التمويل سيوقف أنشطتها بغزة خلال أسابيع، وأبو الغيط يرفض العقاب الجماعي من خلال قطع التمويل. بعد تقاريرها عن إبطائها شحنات الأسلحة للضغط على جيش الاحتلال، واشنطن تقول أنه لا تغيير في السياسة تجاه إسرائيل. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. طلب وزير الخارجية سامح شكري بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شكري ونظيره السعودي فيصل بن فرحان بالقاهرة اليوم. لقد ناقشنا اليوم عددا من الموضوعات ذات الأولوية الملحة، على رأسها مستجدات الوضع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، كما سبق لنا التأكيد مرارا سواء منفردين أو من خلال الجامعة العربية والقمة العربية الإسلامية الأخيرة، فإننا نكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، وندعو المجتمع الدولي بكافة أطرافه للتحلي بقدر من المسؤولية والإرادة في اطلاع تجاه تحقيق هذا الهدف والتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، أو أن تظهر إرادة دولية سريعة وحاسمة لدفع الجميع إلى وقف العنف والحرب والسماح بإدخال كافة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2720 بما في ذلك السماح للمنسقة الأممية بنشر المعدات والأفراد اللازمين داخل قطاع غزة لإنشاء آلية لتسهيل دخول المساعدات، وأن يتبع ذلك إعلاء أصوات العقل والحكمة والسلام الجاد والحقيقي الذي يقود إلى حل الدولتين ويضع المنطقة حينها على مسار السلام والتعاون الحقيقي لما فيه مصلحة شعوبها. وأضاف وزير الخارجية سامح شكري أنه ناقش مع نظيره السعودي الأوضاع وأمن الملاحة في البحر الأحمر، مشددا على أهمية الحفاظ والالتزام بحرية الملاحة في البحر الأحمر، ومؤكدا أن ما يشهده البحر الأحمر هو نتاج لتوتر الأوضاع في المنطقة والحرب على غزة. لقد ناقشنا كذلك التطورات الأخيرة في البحر الأحمر واليمن وتبعاتها السلبية الجسيمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية، ونشدد من هنا على أن حرية الملاحة والتجارة العالميين هي حقوق ومبادئ دولية ثابتة على الجميع الالتزام بها، مع التأكيد مجددا على أن ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر هو نتاج مباشر للتوتر في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة، وإنه من الضروري التعامل مع جذور الأزمات وليس فقط أعراضها. كما أكد شكري أنه أطلع نظيره السعودي على انتهاء مصر من المسار التفاوضي بشأن سد النهضة بسبب تعنت السياسات الإثيوبية وسعيها لفرض الأمر الواقع. تناولنا كذلك خلال مباحثات التطورات الأخيرة في السودان الشقيق، وتوافقنا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لإتاحة المجال لنفاذ الإنساني الكامل للمواطنين السودانيين الأشقاء تمهيدا لتدشين مسار سياسي، كما أكدنا على الشواغل والقلق بشأن تطورات منطقة القرن الأفريقي، وأكدنا على ضرورة احترام سيادة الصومال الشقيق على كامل أراضيه ورفض أي إجراءات من شأنها الانتقاص من ذلك،
وأحط شقيقي سمو الأمير فيصل بن فرحان بالمواقف الحالي بالنسبة لمسألة سد النهضة وقرار مصر بانتهاء المسار التفاوضي، اتصالا بما تأكد من استمرار السياسة الإثيوبية المتعنتة بل وتراجعها عما سبق التوافق بشأنه، فيما يثبت استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق، وإنما السعي لفرض الأمر الواقع. وفي إطار حرص البلدين على الأمن العربي المشترك وعلى مصالح الشعوب العربية، استعرضنا تطورات المشهد في سوريا وليبيا واليمن، وتوافقنا على ضرورة العمل سوياً نحو تأمين الاستقرار والدعم للدول الشقيقة وتعزيز التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات. ومن جهته أشاد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بالعلاقة الثنائية المتميزة بين مصر والسعودية وحرص البلدين على التنسيق والتشاور المستمر، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد تم بحث الوضع في فلسطين والتأكيد على أولوياتنا المشتركة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية، بما يمهد الطرق لحل سياسي، يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين. وفي المجال الاقتصادي والتجاري استعرضنا أهمية استقرار ونماء اقتصاد جمهورية مصر والمملكة العربية والتكامل بينهما، وأكدنا حرصنا على استمرار التنسيق وتكثيف التعاون في تسهيل كافة المعوقات الاستثمارية لتعزيز التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وناقشنا مجمل من القضايا الإقليمية وكما ذكرها معالي، ونتطلع دائما إلى استمرار التعاون والتنسيق مع جمهورية مصر الشقيقة في كافة المجالات بما يحقق تطلعاتنا. كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وعقب الاجتماع ترأس الوزيران لجنة المتابعة والتشاور السياسي لبحث تطورات آليات التعاون الثنائي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وكذلك التنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. أظافرنا إن شاء الله غير نطلعهم من أراضينا غصب عنهم. إحنا أصحاب هوية، أصحاب أرض، أصحاب وطن. أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع كبيرة منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ. وأوضحت وزارة الخارجية أن الاتصال شهد التأكيد على حتمية زيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كاف يلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، فضلا عن ضرورة توفير الدعم المادي والسياسي اللازم لدعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والوكالات الإغاثية في قطاع غزة. ومن جانبها أعربت المسؤولة الأممية عن تقديرها للجهود المصرية في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لضمان تنفيذ مهامها وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع. أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وأكد الوزير شكري خلال الاتصال على الدور المحوري الذي تطلع به الوكالة في غزة في ظل تأزم الوضع الإنساني في القطاع،
منوها إلى أنه من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت شديد الحساسية. ومن جانبه أعرب المفوض العام لوكالة أونروا عن تقديره البالغ للدور الحيوي الذي تطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولدعم مصر وتضامنها مع الوكالة فيما تواجهه من تحديات. ونشهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة بضمان استمرارية عمليات وكالة أونروا. جاءت تلك المناشدات بعدما علقت الكثير من الدول المانحة تمويل أونروا بسبب اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة قد يكونوا ضالعين في هجوم 7 أكتوبر. مناشدة جديدة تأتي في ظل أزمة جديدة تضاف إلى سجل الأزمات التي تواجه قطاع غزة. فقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستمرار تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. غوتيريش ناشد الحكومات التي علقت مساهمتها في الأونروا بأن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات المنظمة بعدما علقت الكثير من الدول تمويلها لها بسبب اتهامات إسرائيل لعدد من الموظفين في الوكالة بضلوعهم في أحداث 7 أكتوبر. غوتيريش أعلن إنهاء خدمة 9 من بين 12 من موظفي الأونروا متهمين بالضلوع في الأحداث، مشدداً على أن أي موظف بالأمم المتحدة متهم سيخضع للمساءلة بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية. في غضون هذا قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا إن قرار عدد من الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في ظل ظروف الحرب الراهنة في قطاع غزة هو قرار يهدد عمل الوكالة الإنسانية المستمر في جميع أنحاء المنطقة وتحديدا في قطاع غزة المنكوب. مفوض الأونروا أعرب عن صدمته حسب قوله من تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف. هكذا أكد المفوض الأممي وأضاف أن الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة حيث يعتمد عليها أكثر من 2 مليون شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة. حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على وكالة أونروا. وشدد أبو الغيط على أن حملة التحريض الممنهجة التي تقودها إسرائيل تستهدف القضاء نهائيا على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل. طلبت جامعة الدول العربية جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بما فيها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أمر محكمة العدل الدولية والوقف الفوري لعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني التزاما بأمر المحكمة. جاء ذلك في بيان صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم برئاسة المغرب بشأن اتخاذ موقف من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
أعلن البيت الأبيض أنه لا يوجد تغيير في السياسة تجاه إسرائيل. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، قال إن إسرائيل من حقها وواجبها الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية أرواح المدنيين. وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة، ولا يوجد تغيير في سياستها. أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اقتراب المفاوضين بقيادة الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تعلق بموجبه إسرائيل حربها في غزة لمدة شهرين تقريبا، مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز لدى حماس. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا بشكل منفصل مع قادة مصر وقطر اللذين عملا كوسطاء مع حماس، وذلك لتضييق الخلافات المتبقية. أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن المفاوضين وضعوا مسودة أو مسودة اتفاق مكتوبة تدمج المقترحات التي قدمتها إسرائيل وحماس في الأيام العشرة الماضية في إطار عمل أساسي سيكون موضوع المحادثات في باريس. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 14 بعد 100 على التوالي. قالت مصادر في قطاع الدفاع المدني إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في حي زيتون بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، إضافة لآخرين تحت الأنقاض. وأضافت المصادر أن شهيدا وأربعة جرحى وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس إثر قصف مدفعية الاحتلال منزلا في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس جنوب القطاع. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 26,422 شهيدا و 65,087 جريحا. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي في استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات من أجل إنهاء ما تبقى من مستشفيات تعمل في خان يونس. هذا وجدد الهلال الأحمر الفلسطيني مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل فوري وعاجل لحماية الطواقم الطبية والإسعافية في خان يونس. وضع كارثي، مرضى يتلقون العلاج على الأرضيات وفي الممرات، نقص في الأدوية والمعدات، هذا هو حال مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب غزة. مجمع ناصر الطبي واحد من مستشفيين انقطع عن بقية غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الذي لا يهدأ. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فر مئات المرضى والعاملين بالصحة من مجمع ناصر الطبي، بينما بقي في المجمع 350 مريضاً و5,000 نازح. منظمة الصحة العالمية نشرت مقطعاً مصوراً أظهر مجمع ناصر في جنوب غزة وهو يعج بالمرضى واللاجئين، كما أظهر المقطع المصور فوضى في مدخل المستشفى وأشخاصاً يعالجون على الأرض وجثثاً تنقل إلى باحة المستشفى. عندنا نقص كبير في الطواقم الطبية، احنا حاليا شغالين الطواقم الموجودة في المستشفى أقل من 10% من الطواقم اللي كانت تشتغل طوال فترة الحرب. أعداد المصابين اللي بتوصل للمستشفى أعداد بشكل كبير، وظلهم بيجوا من المدارس، قصف المدارس والتجمعات السكنية. طبعا المعدات الطبية في المستشفى شبه معدومة، أبسط الأشياء في المستشفى مثلا زي المسكنات وأدوات التخدير
غير متوفرة. احنا مهم فمعنا في الاطفال، فيش حليب الاطفال، فيش اكل، فيش دكاترة، فيش علاجات، فيش ادوية، زي ما انت شايف الوضع الصحي لا يسمح لشيء، والقسم كله مليان والاطفال وضعهم صعب. فيش ولا دكتور، واحنا في المستشفى محنصرين. ما فيش حد مطلع فينا، وفي اطفال كثير مرضوا هان. وتتزايد المخاوف من تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي وخروجه من الخدمة مع اشتداد القصف واحتدام المعارك في خان يونس بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية. الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة على الطوابق العلوية بمبنى الجراحات التخصصية ومبنى الطوارئ في المجمع الطبي، ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات وفق وزارة الصحة بالقطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت منذ بداية الهجوم على غزة في 7 أكتوبر الماضي استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف في القطاع، وقد قصف الاحتلال مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس ومستشفى الرنتيسي والمستشفى الإندونيسي، لتتوقف معظم المستشفيات عن الخدمة في ظل الوضع الكارثي الذي يعانيه قطاع غزة. تواصل السلطات المصرية تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، حيث عبرت اليوم 47 شاحنة لمنفذ العوجة، فيما عادت الشاحنات من معبر كرم أبو سالم بسبب عدم سماح الجانب الإسرائيلي لها بالعبور هذا. ووجه سائق الشاحنات الشكر للسلطات المصرية لتسهيل دخول معبر رفح المصري، مؤكدين أن المنع والتعنت جاء من الجانب الإسرائيلي. دخلنا تفتشنا وخلصنا التفتيش كله، وبصينا لهم قفلوا الحاجز اللي هيودينا ننزل، وراهم حوالينا على بره على هنا. دي اول مره. وتاني مره من عند اللي فاصل قال لك لف وارجع، تالت مره قال لك لف وارجع. فاحنا اساسا مش عارفين في ايه هناك، يعني ما احناش عارفين. والنهارده 16 يوم في النقله دي، محملينها النهارده بقى 16 يوم وواقفين بالعربيات، مره يودونا البرحه ومره نيجي، ما احناش عارفين في ايه لحد دلوقتي، ما نعرفش فيه. دخلنا 3 مرات وطلعنا. بالنسبة للدخول، الجانب المصري مش ممانع بالدخول، الجانب المصري مصرح ان احنا دخلنا معبر رفع ودخلنا معبر كرم ابو سالم منفذ بتاع الحدود الاسرائيلية. دخلوني فتشوني وعملوا اللازم، فمفروض احنا بقى نخش من بعد ما طلعنا من منفذ اليهودي كرم ابو سالم، نخش على المنفذ بتاع غزة اللي هو بتاع كرم ابو سالم اللي تبع الدوله الفلسطينيه. منعونا وراحوا مطلعيننا تاني، مرجعنا الى منفذ رابع تاني. بقى لي 16 يوم هنا في النقله دي. دخلت معبر كرم ابو سالم، فتشت نوبتين اتنين وطلعت تاني وما فيش تعتيق برضه. يا باشا احنا بنشكر رجال الامن المصري، بيخلصوا لنا التنسيق تمام وكله تمام، والنفق بنعدي تمام، وبنيجي هنا بينسقوا لنا، وبندخل جوه بنلاقي طبعا التفتيش وكلام من ده تمام، فبيفتشونا، وبعد ما يفتشونا يوقفونا تاني شويه ننتظر، وبعد كده يقول لك لفهم الجانب الاسرائيلي تمام. بعد ما بنقرب مثلا نعتق المعونه اللي معانا لاخواننا الفلسطينيين، بيبداوا يخرجونا تاني. فنحن بنتمنى بس ان احنا نوصل المعونه دي لاخواننا، لان هم يعني مستحقينها بصراحه في ظل الظروف اللي هم فيها دي، يعني بامانه ربنا يستحقوا ان الحاجه دي تدخل لهم بما يرضي الله.
طلب آلاف المتظاهرين في 20 مدينة إسبانية على رأسها العاصمة مدريد المجتمع الدولي بفرض مزيد من الضغوط على إسرائيل لدفعها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وفي بيان مشترك طالب المتظاهرون بسحب قوات الاحتلال وإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة. مظاهرات لا تهدأ واحتجاجات في كل مكان ومطالبات مستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الغاشم على قطاع غزة والذي ما زال مستمرا رغم قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية. في إسبانيا خرج المتظاهرون للمطالبة بإنهاء العدوان ووقف نزيف الدماء مع مطالبات للمجتمع الدولي بفرض مزيد من الضغوط على إسرائيل لدفعها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. آلاف المحتجين خرجوا في مظاهرات عمت 20 مدينة إسبانية في مقدمتها مدريد وبرشلونة وإشبيلية وبلد الوليد وليون وبلباو وبوغوس استجابة لدعوة منظمة جمعية مدريد الوحدوية مع فلسطين بدعم من 187 جمعية ومنظمة أهلية في عموم إسبانيا. المتظاهرون طالبوا في بيان مشترك بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وسحب قوات الاحتلال وإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ورفع الحصار. كما طالب البيان حكومات العالم بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وشدد على أنه على الحكومة الإسبانية قطع جميع العلاقات السياسية والدبلوماسية وكذلك الاقتصادية والثقافية والرياضية مع إسرائيل. ورغم قرار محكمة العدل الدولية بضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة ما زالت قوات الاحتلال ترتكب المجازر وأعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين دون رادع. ونشرة التاسعة متواصلة معكم وتتابعون فيها. مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة بالأردن. أعلنت الإدارة الأمريكية مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 34 آخرين في هجوم بالأردن قرب الحدود مع سوريا. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الهجوم نفذته جماعات متشددة تعمل بسوريا والعراق، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب. وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن الهجوم تم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن. من جانبه قال متحدث باسم الحكومة الأردنية إن الهجوم لم يقع على أرض المملكة ولكن في سوريا. أعلنت السلطات البريطانية أن سفينة الحربية دايموند صدت هجوما عليها بطائرة مسيرة أطلقتها قوات الحوثي في البحر الأحمر. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها أن سفينة الحربية دايموند تمكنت من صد طائرة مسيرة باستخدام نظامها الصاروخي سي فايبر دون وقوع أضرار أو إصابات بين طاقمها. أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر تقف إلى جانب السودان في الأوضاع الصعبة التي يمر بها في سبيل تسوية أزمته برؤية داخلية بحتة بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية. جاء ذلك على هامش محادثاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الذي قال أن بلاده تتعرض لمؤامرة من قبل أطراف خارجية، مؤكدا ثقته في قدرة السودان على تجاوز هذه المحنة بمساعدة الشركاء على المستوى الإقليمي والدولي.
الجزائر تقف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشها هذا البلد الشقيق الذي تستهدفه هو الآخر قوى الشر، حيث كانت الجزائر ولا تزال مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحتة. السودان معلوم يتعرض الآن إلى مؤامرة، نحن نقول مؤامرة، شركاء إقليميين ودوليين، بعض المشترى النفوس المشترى من الوطنيين يتآمروا على شعبهم، لكن هذا الأمر في النهاية الإرادة الشعبية الصادقة الوطنية ستنتصر، وفي النهاية السودان سيقف من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبه وبفضل مساندة الوطنيين من أبناء هذه الأمة العربية والإسلامية. أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، وأضاف رشوان أن الحوار سيبدأ فورا استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية. وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره لرئيس الجمهورية على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني وضرورة استكماله بشكل أكثر فعالية وعملية، ودعواته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها. وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. كما وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شهدت الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، حيث أشاد رئيس المجلس بحرفية وزارة الدفاع في صياغة مشروع القانون. باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصاً منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقاً مع القوانين التي صدرت، وآخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية المتعلق باستئناف الأحكام في الجنايات. ولعل التعديل المقترح في المشروع المعروض على حضراتكم يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام في الجنايات. في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الأحكام الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلاً تشريعياً بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات.
كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، حيث يستهدف دمج القوانين المتعددة التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة في قانون واحد. جاء مشروع القانون المعروض على حضراتكم كاستحقاق دستوري في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة وخد رؤية إدماجها في قانون واحد. حديثنا النهاردة هو حديث عن مشروع قانون يتفق وصحيح الدستور. نتحدث النهاردة على مشروع قانون يمنح صلاحيات موسعة للقوات المسلحة في حماية المنشآت العامة والحيوية. هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة على أن يواصل مجلس النواب مناقشاته في جلسات قادمة. هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصرية عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب حول مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي أقرها المجلس بصورة نهائية خلال جلسته العامة. أمام مشروع قانون بينجح في أن يضع يمنح أفراد القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية ومعاونة نظرائهم من مأموري الضبط في الجهات المعنية. نحن نتحدث عن يعني تشريع جاء سابق بخطوة، تشريع احترازي، تشريع لكل يعني من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين. الحقيقة أن في هذه الأوقات الصعبة دائما ما يلتفت المواطن المصري إلى جيشه. لم تخزل القوات المسلحة كل فئات الشعب يوما ما. في أكثر من مشروع قانون مقدمين من الحكومة، قانون خاص بالقضاء العسكري وقانون خاص وهو غاية في الأهمية، يعني كان في طبعا صدر القانون يعني رقم 1 لسنة 2013 ورقم 136 لسنة 2014. القوانين دي اللي هي كانت يعني مع ظروف الدولة وظروف الراهنة اللي كان أمر بها بعد ثورة يناير والاعتداء على المنشآت الحيوية، فكان تدخل القوات المسلحة مع قواتنا قوات الشرطة الباسلة لحماية كل المنشآت سواء المدنية أو غيرها، وصدر بعض التعديلات على تلك القوانين، وجاء الوقت أن احنا عايزين نوحد تلك القوانين في قانون واحد يشمل القانون تعديلاته سواء قانون واحد لسنة 2013 أو 136-2014. وهنا أنا عايز أقول برضو غاية في الأهمية أن احنا هذا القانون وهذا القانون اللي احنا وافقين عليه النهاردة يتمشى مع الدستور 2014. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة إلى نسبة 65%. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لا سيما في مجال محطات مياه الشرب والصرف الصحي. وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى أن الدولة حريصة خلال السنوات الماضية على إنشاء ودعم بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في إطار رؤية مصر 2030. كما وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإعداد تقرير دوري عن عمل جهاز حماية المستهلك والجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق في ظل اهتمام الدولة بمتابعة هذا الملف المهم. وأكد مدبولي خلال استقباله رئيس جهاز حماية المستهلك ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به، موجها في هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة والتي تسهم في تطوير أدائه.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، وأكد إعلامي مجلس الوزراء استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقا للمواعيد المقررة دون توقف. وأشار المركز إلى التزام شركات السياحة بإنهاء إجراءات المعتمرين ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة دون أي توقف. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة خاصة بمعرض الكتاب للحديث عن التراث الثقافي وتاريخ الهوية المصرية، وناقشت الندوة أساليب الحفاظ على التاريخ المصري وهويته عن طريق الكتابة ونشر الوعي. وشارك في الندوة الدكتور بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق وعدد من نواب مجلس الشيوخ. الندوة غاية في الأهمية بالنسبة للقيادة السياسية. القيادة السياسية مهتمة جدا ببناء الإنسان والهوية الوطنية المصرية وتجديد فكر الخطاب الديني. أبرز الأمور التي عرجنا عليها أثناء النقاش وهو تكنولوجيا المعلومات وثورة المعلومات والعولمة وهل هي مؤثرة بشكل إيجابي أو بسلبي على الهوية الوطنية المصرية، وهل هي سببا في طمس الهوية الوطنية المصرية. آراء متعددة متنوعة، إثراء من المنصة، يعني الوزير حلم النمنم، المتخصصين في ملف الهوية في مصر تحدثوا مع المنصة، العديد من الأسئلة اللي يعني وجدت إجابات من المنصة الكريمة. بصراحة شديدة جدا، المعرض هذا العام بيتميز بندواته الثقافية، البرنامج الثقافي للمعرض بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالشراكة مع مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية الاجتماعية مبادرة الأخ الأكبر بمشاركة نحو 40 متطوعا ومتطوعة من مختلف المحافظات. وتهدف المبادرة لتقديم الدعم الاجتماعي والثقافي للأطفال الأيتام من مختلف الأعمار. اشتغلنا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان من ضمن الفعاليات واللي حببنا في الشغل ده جدا شغل منظم جدا، هو بيمسك لنا مصر كلها والمناطق الأولى بالرعاية والمناطق اللي هي فيها نقص في شيء نتوجه لها على طول. من ضمن الفعاليات والحاجات دي ان جزء من المجتمع هو دور الايتام. دور الايتام بيحوي العديد منها، ما بين سنتين اعمارهم، ما بين سنتين وسنه لغايه 15 و16 سنه. احنا جايين النهارده عشان نلعب مع الاولاد في دار الايتام، يستمتعوا بوقتهم. طبعا عاملين لهم انشطه كتير جدا، كشفيه، انشطه لعب، انشطه صيحات واناشيد ومسابقات، يعني مجموعه من الانشطه اللي هي بتعمل نوع من انواع الدمج والاستمتاع بالوقت، وفي نفس الوقت انشطه مفيده ليهم صحيا وجسديا، وفي نفس الوقت برضه يحس ان هم يعني الناس كلها بتحبهم وفي تعاون بيننا وبين بعضنا. الحمد لله النهارده مبسوط وعارف ان ده بيبقى ليه يعني اجر كبير، لان الكشافه ليها دور كبير جدا في المجتمع ان هم ينشروا المحبه والفرحه بين الناس. موفرين كل حاجه زي ما حضرتك شايف، في الالعاب وفي اللي هي الكشافه برضه، في تدريب بيعملوها، في يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكتشف مهارات الاطفال وننميها على قد ما نقدر، ونكون الطفل النهارده خارج من اليوم سعيد. والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم دينا فكري وأميرة العقدة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشارك وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في القمة الإيطالية الأفريقية والتي ستعقد يومي 28 و29 من يناير الجاري بروما. ومن المقرر أن تلقي وزيرة التعاون الدولي كلمة مصر التي ستركز خلالها على التعاون في مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الإفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا.
أعلن وزير البترول طارق الملا إطلاق الدورة السابعة من مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجيبس 2024 خلال الفترة من 19 حتى 21 من فبراير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعقد المؤتمر تحت شعار التحول الطاقي وتأمينه وخفض الانبعاثات بمشاركة متوقعة لأكثر من 35 ألف مشارك و2200 من أعضاء وفود تمثل جميع أطراف سلسلة إمداد الطاقة. وجدنا حينما بدأنا نجهز لهذا المؤتمر من العام الماضي المشاركة الكبيرة من الشركات العالمية الدولية والإقليمية والمحلية في أن تكون معنا في هذا المؤتمر، سواء بالمشاركة من حيث الرعاية للمؤتمر أو المشاركة من حيث أن هم يكون لهم أماكن في المعرض بحيث أن هم يقدموا الأعمال اللي بيقوموا بيها ويقولوا إزاي أن هم هيكونوا جزء من التحول والانتقال الطاقي اللي كلنا بنتحدث عنه النهاردة. من المنتظر أن يقدم إيجيبس 2024 رواد من كافة أوجه المنظومة البيئية للطاقة لعرض التكنولوجيات التي تحرك الصناعة للوصول إلى مستقبل صفر انبعاثات. من المنتظر أن يقوم إيجيبس 2024 بجمع المعنيين الرئيسيين بالأمر ليلعبوا دورا هاما في المشروعات القادمة بالمنطقة. كذلك سوف يقوم إيجيبس بتسليط الضوء أيضا على كيفية تقديم مصر كمركزا للطاقة في المنطقة، ويعرض كيف يمكن لقارة أفريقيا ككل أن تدعم حركا مستداما لتمكين الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الانتقالي الأفضل. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة أولت اهتماما خاصا لصناعة السيارات. وخلال العدد الخامس من إصداره مرصد السياسات العامة، أوضح مركز المعلومات أن الاستراتيجية الوطنية للسيارات تستهدف أيضا تصدير السيارات للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بعدد من المقومات التي تساعد على تطوير تلك الصناعة. أعلنت هيئة قناة السويس انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة لبدن ومكونات سفينة الصب الجاف اليونانية زوغرافيا بشركة ترسانة السويس البحرية. يأتي ذلك في إطار تقليل تأثير الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر عبر تقديم جميع الخدمات الملاحية وخدمة الإصلاح والصيانة التي قد تحتاجها السفن العابرة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.48 من الألف تريليون جنيه. أما عن المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 وذلك بنسبة 3.47 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 28625 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX 70 بنسبة 2.14 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 6724 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 2.41 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 9544 نقطة. قال عدد من المندوبين في تحالف أوبك بلس إن التحالف لا يخطط لإجراء أي تعديلات على سياسة إنتاج النفط الحالية خلال اجتماعه المقبل، وحتى الآن لم تشهد أسعار النفط تغيرات كبيرة جراء خفض الإمدادات الإضافي بمقدار 900 ألف برميل يوميا من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها، والذي يتزامن مع التوترات الجيوسياسية بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وأميرة لاستكمال ما تبقى من النشرة إليكم. شكرا لك ليلى عمر. استأنفت شركة يونايتد إيرلاينز للطيران استخدام طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9 في رحلات الركاب بعدما منحتها الجهات التنظيمية الأمريكية الضوء الأخضر للعمل.
ودفع انفجار لوحة بمقصورة القيادة على متن طائرة ماكس 9 إلى منع إدارة الطيران للاتحادية الأمريكية 171 طائرة بوينغ من التحليق. من جديد، طائرة بوينغ 737 تحلق في السماء بعد تعليق تشغيلها. شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية أعلنت استئناف استخدام طائرتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9 في رحلات الركاب. استئناف الطيران يأتي بعد أن منحت الجهات التنظيمية الأمريكية الشركة الضوء الأخضر عقب انفجار في مقصورة القيادة خلال تحليق إحدى رحلات ألاسكا إيرلاينز، وذلك في وقت سابق هذا الشهر. وفيما بدأت الطائرات العودة إلى الأجواء، اعتذر رئيس فرع الطائرات التجارية في شركة بوينغ في رسالة للموظفين عن آخر الانتكاسات التي تعرضت لها الشركة الأمريكية، وأوقف نحو 10,000 موظف في شركة بوينغ العمل في خط إنتاج طائرات ماكس، وذلك قرب سياتل نهاية الأسبوع الماضي، لإعادة التركيز على السلامة ومناقشة سبل تحسين ممارستها. الحادث الأخير الذي تعرضت له رحلة ألاسكا إيرلاينز في أعقاب مشاكل الإنتاج الأخرى في الأشهر الأخيرة دفع إدارة الطيران الفيدرالية والشركة المصنعة للطائرة نفسها إلى التدقيق في عملية مراقبة الجودة، ودفع انفجار لوحة بمقصورة القيادة في 5 يناير الجاري على متن طائرة ماكس 9 كانت قد دخلت الخدمة لدى ألاسكا إيرلاينز منذ 8 أسابيع فقط، إلى منع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية 171 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس 9 من التحليق، ما أفضى إلى إلغاء ألاسكا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز آلافا من الرحلات. الإدارة رفعت الأربعاء الماضي أمرها بمنع التحليق بعد أن اعتمدت تدابير فحص وصيانة جديدة، وقالت إن بيونغ لن يكون بوسعها التوسع في إنتاج طائرات 737 ماكس أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لها إلا بعد تحسين الجودة. وقفة جديدة مع أخبار الملاعب والدائرة المستديرة. عودة مرة أخرى إليك ليلى. شكرا لكم، ونتابع معكم أهم وآخر أخبار الرياضة. يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهة قوية بعد قليل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في إطار منافسة دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار، وستكون هذه هي المواجهة الخامسة في كأس أمم أفريقيا بين مصر والكونغو الديمقراطية، حيث تفوق منتخب الفراعنة في 3 مباريات من ال4 مباريات السابقة. مواجهة جديدة يخوضها منتخب الفراعنة خلال مشواره في بطولة أمم أفريقيا المقام حاليا في كوت ديفوار بعد تأهله لدور الثاني من البطولة القارية. المنتخب المصري صعد إلى دور 16 من البطولة بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، نفس الوضع أيضا لمنتخب الكونغو الديمقراطية والذي احتل وصافة المجموعة السادسة. ويعاني الفراعنة من عدة غيابات قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية، حيث يفتقد المنتخب لخدمات نجمه الأول محمد صلاح بعد إصابة في العضلة الخلفية دفعته لمغادرة المعسكر عقب لقاء الرأس الأخضر، كما يغيب أيضا محمد الشناوي حارس المنتخب، وذلك بسبب إصابته بخلع في الكتف خلال اللقاء، ويغيب إمام عاشور عن اللقاء رغم امتثاله للشفاء بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال تدريب المنتخب، وذلك وفقا للوائح الفيفا. تاريخ طويل من المواجهات ما بين المنتخبين، حيث التقيا في 12 مباراة منها 8 مباريات رسمية و4 ودية. حقق الفراعنة الفوز في 8 مواجهات، بينما حسم التعادل 3 مباريات وخسر منتخب مصر في مباراة وحيدة.
تمكن منتخب غينيا من التفوق بنتيجة 1-0 على حساب غينيا الاستوائية في مباراة جمعت بينهما على ملعب بامبي الأولمبي ضمن دور 16 من منافسات كأس أمم أفريقيا 2023. وينتظر منتخب غينيا الفائز بين مصر والكونغو الديمقراطية في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023. توج نادي الزمالك بلقب بطولة كأس دبي للاتحاد الودي عقب انتصاره بثلاثية نظيفة على حساب فريق أهل جدة السعودي في نهائي البطولة والذي أقيم على ملعب المكتوم بالإمارات. كان الزمالك قد تأهل للنهائي بانتصاره على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق. ختام جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى لأميرة ودينا إليكم. شكرا لك ليلى. بدأت أكبر سفينة سياحية في العالم والتي يعادل حجمها 4 مجمعات سكنية تقريبا، رحلتها الأولى من ميناء ميامي بالولايات المتحدة. يصل طول السفينة إلى نحو 365 مترا تقريبا، وتنقسم إلى 8 مناطق تمتد عبر 20 طابقا، وتضم 6 منزلقات مائية و7 حمامات سباحة وحلبة تزلج على الجليد ومسرحا وأكثر من 40 مطعما وقاعة. ويمكن للسفينة أن تحصل على ما يصل إلى 7600 راكب بأقصى طاقتها، بالإضافة إلى طاقم يضم 2350 فردا. وعن أحوال الطقس بالنشرة التاسعة ووقفة أخيرة مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا دينا فكري وأميرة العقدة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أحوال طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 16، الصغرى 12، الإسكندرية 16-11، مطروح 16-11، بورسعيد 18-12، والإسماعيلية 17-11. ننتقل للسويس 16-11، العريش 18-10، طابة 16-12، شرم الشيخ 21-14، والغردقة 21-14. أما في الأقصر فالعظمى فيها 21، الصغرى 9، أسوان 22-10، الوادي الجديد 20-8، شلاتين 22-15، وأخيرا حلايب 22-16. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. We'll be right back.
وختم النشرة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. مصر تجدد مطالبتها بوقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي في غزة ودعمها الكامل لدور وكالة أونروا فيما تواجهه من تحديات. أونروا تحذر من أن تعليق التمويل سيوقف أنشطتها بغزة خلال أسابيع، وبلغيط يرفض العقاب الجماعي من خلال قطع التمويل. بعد تقارير عن إبطائها شحنات الأسلحة للضغط على جيش الاحتلال، واشنطن تقول إنها لا تغير ولن تتغير في سياستها تجاه إسرائيل. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع يوسف الحسيني. ازيك يا أمير؟ ازيك يا دينا؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ هل في عاقل في الدنيا يتصور انه بلاد تقطع الامداد او المعونة او الدعم المادي عن منظمة إغاثية؟ يعني ازاي؟ اي عقل يتصور ده؟ هي عامه ان ده طب ده مبرره ايه قدام محكمه العدل الدولي؟ عشان هم كل شويه بيطلعوا تبرير، ده هيبقى مبرره ايه؟ طب المحكمه وطلعت القرارات بتاعتها وما الى ذلك، لكن هي حتى فكره النفس الانسانيه السويه فين السواء في الموضوع؟ لا مفيش. وايه الحجه العبيطه الجهله الباطله بتاعت لانهم بعض الاعضاء متورطين في هجمات السابع من اكتوبر؟ طب أنا هفترض ده وإن كان هذا غير صحيح، هفترض ده، إيه علاقة ده بأن أنا أتسبب في تجويع وتعطيش الناس؟ يعني هي ما بتحاكم الناس ولا بتحاكم بصراحة الناس؟ يعني إحنا طول النشرة والله أنا وأميرة بنتكلم إحنا تعبنا. يعني بص، هو ضغط نفسي وعصبي على الشعوب العربية بشكل كبير جدا، وضع غير إنساني غير مرضي لأي نفس بشرية سوية، ولكن مفيش حاجة بإيدينا. شيء غريب فعلا للأسف الشديد، وشيء مؤلم، وده معناه انه جلسة الاربع بتاعت مجلس الامن مش هتؤتي لنا بخير على ما اظن. بس في خبر يعني كويس شوية، ان النرويج اعلنت قبل قليل عودة التمويل مرة اخرى الى وكالة أونروا، يعني من الدول القليلة اللي اعلنت انها هتعود مرة اخرى للتمويل. طيب عقبال الانجليز والامريكان بقى ان شاء الله. ان شاء الله انا واثقة في دور مصر، ان شاء الله انها هيكون ليها دور ان شاء الله في وقف مصر شايلة القصة من اولها لاخرها يا رب. خير بإذن الله. يعني أشكركم جدا، شكرا يا أميرة وشكرا يا دينا، واستأذنكم نبدأ فقراتنا. بالتوفيق يوسف فير. شكرا.